النبي طبتم فطاء بل مدحوني فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الهداة والأوصياء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إزاء أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء زهدوا في الدنا فما عرف المين إليها منهم ولا الرغباء أرخصوا في الوغى نفوس ملوك حاربوها أسلابها إغلاء كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وصواب وكلهم أكفاء رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنى يخطو إليهم خطاء جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحنيفي جاءوا ما لموسى ولا لعيسى حواريون في فضلهم ولا نقباء بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدأداء أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل كربة إشفاء أنفق المال في رضاك ولا من وأعطى جما ولا إكداء وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرع والرقباء والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القرباء عمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إذ كان فاروقا فللنار من سناه براء وابن عفان ذي الأياد التي طال إلى المصطفى بها الإسداء حفر البئر جهز الجيش أهدى الهدي لما أن صده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إذ لم يدنو منه إلى النبي فناء فجزته عنها ببيعة رضوان يد من نبيه بيضاء أدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذا الأدباء وعلي صنو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء ووزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء وبباقي أصحابك المظهر الترتيب فينا تفضيلهم والولاء طلحة الخير المرتضيه رفيقا واحدا يوم فرت الرفقاء وحواريك الزبير أبي القرم الذي أنجبت به أسماء والصفيين توأم الفضل سعد وسعيد إن عدت الأصفياء وابن عوف من هونت نفسه الدنيا ببذل يمده إثراء والمكنى أبا عبيدة إذ يعزي إليه الأمانة الأمناء وبعميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاء وبأم السبطين زوج علي وبنيها ومن حوته العباء وبأزواجك اللواتي تشرفن بأنصانهن منك بناء الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء وأبى الله أن يمسني السوء بحال ولي إليك التجاء قد رجوناك للأمور التي أبردها في قلوبنا رمضاء وأتينا إليك أنضاء فقر حملتنا إلى الغنى أنضاء وانطوت في الصدور حاجات نفس ما لها عن ندى يديك انطواء فأغثنا يا من هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء والجواد الذي به تفرج الغمة عنا وتكشف الحوباء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرحماء يا شفيعا في المذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه المراء جد لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء وتداركه بالعناية ما دام له بالذمام منك ذماء أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء كل يوم ذنوبه صاعدات وعليها أنفاسه صعداء ألف البطنة المبطئة السير بدار بها البطان بطاء فبكى ذنبه بقسوة قلب نهت الدمع فالبكاء مكاء
وغدا يعتب القضاء ولا عذر لعاص فيما يسوق القضاء. أوثقته من الذنوب ديون شددت في اقتضائها الغرماء. ما له حيلة سوى حيلة الموثق إما توسل أو دعاء. السماء حامد الأرض.
وعلى الآل
يكن عظم زلات حجم رؤيا كيف قد عز داء قلبي الدواء كيف يصدى بالذنب قلب محب ولو ذكرك الجميل جناء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعان بعد زيارة بالنجوم في السماء هذه علة وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء ومن الفوز الأب ذاك شكوى لي شكوى إليك وهي اقتضاء صل يا ربي ثم سلم على هو للخلق رحمة وشفاء
أنساها من أولك الأولياء إلا من مجلسك العكس عالواصلك إن لا يحده الإحصاء الله صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا Bye.